لا هم كانوا كانوا مش طبيعيين. تعالى نبعد شوية بقى عن عن أيام الإنبي والأهلي والسوشيال ميديا. السوشيال ميديا فرقة بالإيجاب ولا بالسلب؟ احنا كان على أيامنا السوشيال ميديا ما كانش فيه سوشيال ميديا، كانش كده، كانوا قليل قوي، كان دريم بس كابتن شوبير وخالد الغندور في حاجة تانية بس. تفتكر الموضوع فرق بالسلب ولا الإيجاب؟ لا طبعا بالإيجاب، بالإيجاب. طبعا، بس كل واحد حسب هواه بقى. يعني انت ممكن انا بتكلم على لعيب الكوره اللي هو بيشوف فرق السماء والأرض. انت عندك كميه مواهب، يعني واحد زيك انت قعدت لغايه 25 سنه 26 سنه ما بتلعبش كوره ليه؟ عشان ما كانش في وكاله، ما كانش في ميديا، ما كانش في تصوير. هجي لك على موضوع الوكاله، ما تقعدش تستعجل. هجي لك. فدلوقتي لو في ناشئ عنده 17 سنه اللي هو السنه اللي هي ايه الحرجه اللي في حياته من 17 ل 19 سنه، في السن ده بيلاقي 100 واحد يبص عليه معاه فيديو، معاه فيديو بتبعته في ثانيه، فيبدا المدرب يبص عليه فيقول لك هاته. زمان على ايامنا ما كانش في الكلام ده، ما كانش في حاجه، لعيبه كتير كانت كويسه واحسن مننا، حوالين الكاميرا عشان حد يستضيفنا. يعني دلوقتي انت بتقول له معلش اصل انا مش قادر اتكلم دلوقتي، خلاص هو عادي. هتيجي بكره، هتيجي بعد، هتيجي بعد، بالظبط. ما هو شايف 50 كاميرا بتلف حواليه. فدلوقتي لو في لعيب موهبه في الصعيد بتعرف تشوف ففرقت فرق. بس في ناس بقى بتحرف في الميديا بطريقه مش كويسه. يعني مثلا من كام يوم قال لك كابتن عادل القيعي طلع قال لك احنا عايزين نلعب قدام اتحاد جد، اخش على الفيديو الاقي ما قالش الكلام ده، وكل الناس تقول لك ده كابتن عادل القيعي قال، كابتن عادل القيعي قال. ما هو الاهلي دايما ماده خصبه للي هم ليهم طموحات ثانيه. ايوه هو الاهلي. لما اتكلم على الاهلي يعني شفت انت العنوان شدك فدخلت، بالظبط. ففي ملايين بيعملوا كده، يلاقي الاهلي في جمله مفيده. ودلوقتي طبعا اللي هم الناس الخبيثه بتعمل كده، يروح كاتب اسم الاهلي في حاجه عشان انت تدخل تقرا تفتح الخبر هو يستفيد ماديا. ده اللي يغيظك ان في ناس شيرت الخبر. بالظبط. يعني على الفيسبوك لقيت ناس كتير من اللي معايا مشهورين ان كابتن عادل القيعي عايز يلعب مع اتحاد جده في ماتش السوبر، وراجل ما عادش كان. بالظبط. ده لا كتير جدا. انت عشان انت بس احنا في قلب الموضوع، فلا حاجات كتير جدا زيات. يعني انت بتقول ان السوشيال ميديا فرق بالايجاب. ويعني لو قلنا نسبه وتناسب نقول كم ايجاب وكم سلبي؟ كم في يعني 75% ايجاب 75% ايجابي العصبيه بتخش في 25%، العصبيه والتوتر. طب